من قال الكلمتين في التلفزيون المصري ومشي. فين من الساعة عايز حاجة ضبط؟ ولا في غواصين. طب فين الانشاب بتاع الجيش؟ فين القصف السريع؟ فين فين؟ مفيش طيارة حتى تلف تشوف أي حاجة. على كشافات مراكب بتاع صيادين بتطلعوا مركب الله أعلم كان فيها 50 كان فيها 100 كان فيها 200. المراكب الرحلات دي طول عمرها عندنا عارفين بعدها بتوصل 500 فرد أسر. الشعب اللي هو تحت الأرض، الشعب الفقير اللي الشعب اللي مش لاقي مش لاقي أي حد يسأل عليه. ما حدش رسالة لكل من هو مسؤول يتقي الله في الناس دي. الناس دي محسوبة عليك، ما اتحاسبتش النهاردة. ربنا يحاسبك. في ملك والملك هو الله، الملك هو الله. وانا بقول الرسالة على مسؤوليتي انا الشخصية. حزب الله، حزب الله نعم الوكيل في كل مسؤول في البلد. استاذنك اللي بتصور لحظة وانت بتصور كده بعد اذنك يا كابتن، صور الحدث بعد اذنك. صوروا ده، صوروا بقى، صوروا ده.